وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عصام حماد، المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل التمكين. بعد التحية طبعا نبارك لكم حصولكم على هذه الجائزة، ولكن في البداية نتعرف على الخطة التي قام بها صندوق العمل التمكين لحصد مثل هذه الجائزة العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكركم على الاستضافة وعلى إبراز هذا الإنجاز اللي نعتبره مكسب لمنظومة ريادة الأعمال وسوق المحلي بالأكمل. نعم. هذه الجائزة هي جزء من حزمة متكاملة من الجهود اللي بذلها فريق العمل في تمكين ضمن خطة التحول اللي شملت جميع المجالات بهدف تحقيق أثر أكبر على الاقتصاد الوطني. وبالتالي حرصنا على إعادة بناء هويتنا الإعلامية بما يتماشى مع هذا التحول واللي يعكس توجهاتنا الاستراتيجية الجديدة. نعم، إذا تفضل. نعم. احنا طبعا يعني سعداء بهذا الإنجاز اللي يساهم في تعزيز المكانة الدولية الرفيعة لمملكة البحرين ويبرز إمكانيات المملكة على الصعيد الدولي ويعكس المنظومة البيئية المتوازنة اللي نعمل لتحفيزها ونموها كجزء من فريق البحرين. نعم سيد عصام، لو نتحدث عن التحول الذي قمتم به في تمكين فيما يتعلق بالهوية لتحقيق أثر أكبر على الاقتصاد الوطني. تمثل هوية تمكين الجديدة التزامها بتعزيز وتنمية المؤسسات والأفراد وتقديم مختلف أشكال الدعم اللي تضمن نجاحهم ويمكن تمكنهم من أداء دورهم. نعم. في دفع التنمية الاقتصادية في البحرين. ويتميز شعارنا الجديد بعلامة النمو أو الجروث مارك اللي يتمثل رمز يعكس التقدم والازدهار. نعم. وتجسيد بصري لفكرة النمو والتطور. نعم. وطبعا ربما قدمنا بتحديث استراتيجيتنا الجديدة للتواصل بهدف ضمان إيصال الرسائل الإعلامية وأهم المستجدات المتعلقة. نعم سيد عصام حماد، المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.